السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. معكم أشرف عبد العزيز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة انبوكسنج على الساوند بار تي 450 من شركة سامسونج. مفيش شك ان الساوند بار او الهوم ثيتر بيديك تجربة صوت رائعة جدا، مختلفة تماما عن صوت التلفزيون، خصوصا ان صوت التلفزيون ما بيجيش يعني تضخيم او توزيع صوت، فبتديك تجربة صوت رائعة جدا، خصوصا لو انت من محبين افلام الاكشن كمان الاغاني. الموديل اللي معانا النهاردة في المتوسط، هو طبعا مش اعلى حاجة ولكن ممتاز. هو بيتوفر بسعر $190. ودلوقتي خلينا نتعرف مع بعض على محتويات الساوند بار وكمان المميزات وايه افضل طريقة للتوصيل على التلفزيون، فخليكم معانا. بالنسبة لمحتويات الساوند بار، موجود السماعة الأساسية، كمان ريموت كنترول، وصلتين كهرباء للساوند بار والمضخم، والكتالوج، ووصلة الأوبتيكال، في كمان ستاند للتثبيت على الحيط، بالإضافة للمضخم. ساوند بار بيجي قطعتين، السماعة الأساسية والمضخم، وكل قطعة ليها وصلة كهرباء منفصلة لسهولة الاستخدام وكمان ان انت تقدر تحركها بكل سهولة. ساوند بار تقدر تستخدمه على الطاولة تحت التلفزيون، وممكن كمان تثبته على الحيط من خلال الاستندات اللي موجودة معاه وفتحات التثبيت اللي موجودة في الساوند بار. بالنسبة للخامات، السماعة الأساسية خليط من القماش والبلاستيك، أما المضخم بيجي من الخشب ومن الأمام بيجي من القماش، وده ما عجبنيش كتير لأن ممكن مع الاستخدام ما يكونش عملي، لكن مقبول. ساوند بار بيجي بقوة صوت 200 واط بتوزيع صوت 2.1 أو سماعتين داخلية زائد المضخم، وطبعا مش أفضل حاجة لكن في الفئة السعرية دي كويس. بالنسبة للمداخل واللي من خلالها بنقدر نوصل الساوند بار على الأجهزة الأخرى، موجود مدخل أوبتيكال وكمان مدخل اليو اس بي، واللي من خلاله نقدر لو أنت عندك فلاش عليها أي أغاني بتشغله مباشر من الساوند بار، بالإضافة كمان لخاصية البلوتوث. ساوند بار فقير جدا من ناحية المداخل، يعني مش موجود لا اي او اكس أو اتش دي ام اي، ودي حاجة ما عجبتنيش كتير، خصوصا إن في موديلات نفس الفئة موجود فيها أوبشن أكتر. ساوند بار بيشتغل على جميع انواع التلفزيون عن طريق مدخل الاوبتيكال او البلوتوث، وطبعا بيشترط ان يكون عندك نفس المداخل دي في التلفزيون. ممكن كمان نستخدمه على الموبايل او الكمبيوتر عن طريق البلوتوث. تقدر تتحكم في الساوند بار لتغيير المداخل وكمان التحكم في الصوت عن طريق الريموت كنترول او كمان الزراير التحكم اللي موجودة في السماعة. دلوقتي خلينا نجرب الصوت، طبعا مش هيكون اعلى حاجة. The only way to stop this war is for you to take your rightful place as king. Trust me, I'm no king. You do your best thinking when you're not thinking at all. That was the worst pep talk ever. I want to strap in.
وده كان صوت الساوند بار. هو طبعا مش افضل حاجه، ولكن يعني اقدر اديله جيد. ودي كانت اهم مميزات الساوند بار. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك او ديسلايك وقول لنا ليه في التعليقات. مستني اراك وتعليقاتك على الفيديو، واشوفك على الف خير. سلام.